السلام عليكم ورحمة الله إخوان، كي دايرين؟ نتمنى كلشي يكون بخير إن شاء الله. اليوم إن شاء الله عندنا واحد لومبان جديد، عندنا مرسيدس 203 كيف العادة. عندنا واحد المشكل فيها ديال الاو اس بي، كطلع لنا في الطابلو. نديرو مارش بعدا باش تشوفوها. هي الأولى لاحظوا معايا الإخوان، واخا الشاشة شوية مكتبانش، هاهي طالعة، هاهي غادي تطلع، هاهي او اس بي طالعة. واخا اليوم ان شاء الله يعني عندنا جوج ديال المعلومات، عندنا لومبان ديال اس بي مناش كيشعل، والمعلومه الثانيه هي غادي نوريكم الريغلاج ديالو، الريغلاج ديال البوان زيرو اللي هضرت عليه شي يومين دابا في واحد الفيديو. وان شاء الله جا هاد الفيديو بالصدفه باش نزيدو نشرحو اكثر. واخا تبعوا معنا الاخوان باش تفهموا مزيان. دابا شعلنا او اس بي، ولكن ملي كندخل ليها شنو كنلقى؟ كنلقى المشكل كاين في الفولا، ولكن تيقول لي بلي الفولا ما مريغلاج، بلي الفولا يعني بحال دايره شويه. واخا ندخلوا للدياغنوستيك، نشوفوا على الشعله، ونطلبوا الله يعني يكون خاصها غير الريغلاج ديال الزيرو، يعني ما يكونش المشكل في الكابتور ديال دونغل براكاج. ندخلوا هنايا، ما عليناش نديروا معلومات بحال ديما. من بعد الاخوان كنجيو او اس بي هنايا، انا راه هادشي ديجا درتو، يعني غيعطينا واحد المشكل ديال كابتور دونغل براكاج، ولكن تيقول لنا خاصو يرجع في الزيرو. وفعلا نيت ملي كنردو في الزيرو كنلقى الفولا دايره. انا نشرح لكم داكشي كامل كيف ما كتشوفوا. المشكل اللي مخلي او اس بي تشال الكابتور دونغل دو براكاج، يعني البوان زيرو، يعني شنو خاصنا نردوها للزيرو. واخا شنو غادي نديرو في هذه الحاله؟ نرجعو هنايا، نجيو لي دوني كيما قلت لكم، اونغل براكاج كونفيرمي. واخا كيف ما كتشوفوا ها عندنا هنا 10، نديروها مارش للطوموبيل باش الفولا تخفف شويه. دابا هنا غنحاول نجيب الفولا، نجيب الفولا في الزيرو، نجيبها هنا في الزيرو، يعني الكابتور يعطيني الزيرو، وغادي نشوف الفولا ياك ما مايله. هيا الزيرو، لاحظوا معايا الفولا مايله شويه هكا لهاد الجي، هيا مايله الفولا دايره ها، لاحظتوا معايا؟ هو الكابتور دونغل براكاج راه عابر لينا مزيان، عطينا الزيرو، ها هو الفولا دايره. شنو خاصني ندير؟ خاصني نحيد الفولا ونعاود ندورها شويه هكا باش تقاد. خص الفولا مين تعطيني هنا الزيرو تكون الفولا هنايا ستابل، هادي ما تجيش مايله، تجي مريقله. دابا الا ميلتها غا شويه ما يبقاش الصفر ليه، هانتوما نميلها شويه او ما بقاش الزيرو هنايا. نطلقها هيا في الزيرو، الفولا دايره. دابا شنو غادي ندير؟ غنحيد هاد الكاش وغادي نحاول نحيد الفولا وردها في الزيرو، ونتبعوا معنا ان شاء الله الطريقه. واخا الاخوان نتفوق نطاق، كاينه النقشه هنايا كنبرك عليها، كنجبد البولا عندي هكا. واخا لا نشعلو كونطاك باش تدور لنا البولا. كاينه واحد التقيبه هنايا، ها هي التقيبه هنا، كنحلوها بهذا السارو تالي، ها هي السارو 30 ديال الشوكه. هاد ندور هاد التاني هنايا، من بعد كنحيدو الارباك، هو الارباك عندنا هنايا. استغفر الله العظيم،
كيبقى لينا كيبقى لنا البولون ديال 10 سيبا هو كاين لداخل نحلوه نحاول نحيد الكونتاك باش تسد البولون حيت ما كاينش اللي يشد ليا واخا في هذه الحاله هذه كنديرها ماش نقاد الروايط واخا الاخوان بعد ما حيدنا الارباك ديالنا والكلاكسون حيدنا البولون دابا ممكن نحيدو الفولا والريغلو واخا كنرجعو هنايا عاوتاني نحاول نجيبها هنايا في الزيرو هيا في الزيرو دابا الفولا هيا في الزيرو ندير ماش باش نخرج الفولا نتسنى واحد شويه تبقى في الزيرو كيف ما شفتو هي الفولا دايره دابا شنو دابا شنو يعني غنجبد الفولا لعندي وغادي نحاول نكادها غنجبد الفولا وغادي نقادها والاخر يبقى في الزيرو واخا هيا الفولا محيدة هو هنا يتحرك المهم الاخوان انا غادي نوقف شويه الكاميرا حتى نقادو حيت ما كاينش اللي شد ليا التليفون المهم الاخوان كيف ما شفتوا الامور الحمد لله راه تيسرات المسائل ديالنا راه رديتها ما بغيتش نصور لكم داكشي باش ما يجيش الفيديو طويل شويه يجي ممل المهم الحمد لله المعلومات وصلوا صافي كيف ما قلت لكم كيف ما كتبان لكم الفولا دابا ناضيه يا ليل يا عين ندي ماريو الامور الاخوان راه تحلات بابسط طريقه راه تقدر يعني تقدر يعني يطلع لك مشكل ديال كابتور دونغ البراكاج مشي تبدلو كامل وغالي هو يقدر يكون خاصو غير ريكلاج ما عليناش ها نتوما لاحظتوا معايا سبي ما بقاتش كتشعل هذه كتقولنا شي بوله محروقه في الطوموبيل زائد الاس ار اس اللي هو الارباك الاو اس بي ما بقاش المشكل ديالها واخا باش كنعرفوا الاو اس بي بلي خدامه ولا خدام عندنا المثلث ديال الاو اس بي ها هو شاعل او طفى او شعل او طفى في الاول ما كان لا كيشعل لا كيطفى لا حتى شي حاجه نرجعوا هنا الاخوان نرجعوا عند هذه هي اللي ما كتكذبش نجيو هنا هانتوما الاخوان با دو ديفو الديفو اللي كان كيطلع قبيله ما بقاش هانتو شنو كان خاصها غير ريغلاج يعني الا مشيتي تطلع لك الديفو قال لك بوين زيرو عرف راه خاصها الريغلاج مشيت تبدلها ولا شي حاجه وتصدق ضايع فيها هادشي اللي كاين الاخوان والحمد لله او اس بي تصلحات بابسط طريقه ايا دابا المثلث ولا خدام ديال الكليساج الامور كامله مزيانه ونطلبوا الله يسخر الجميع